الإمارات تحتفل بيوم العلم للسنة السابعة، وأبرز الترند اللي كان موجود على السوشيال ميديا في الويكند. في دبي ميركل جاردن تتزين بأكثر من 50 مليون زهرة، وابن كريستيانو رونالدو فارخ البط عوام، والرياض تسجل أولى مصارعة نسائية في تاريخها، السعودية رنا الميموني تحترف التفحيط، وأكيد اليوتيوبر خالد عسيري ضيف استديو يلا سوشي. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في أولى حلقات برنامجنا اليومي برنامج يلا سوشيال. أكيد في البداية مسي بالخير على محمد. الله يمسيك بالخير إن شاء الله، أكيد مسي عليك ومسي على السادة المشاهدين في أولى الحلقات برنامج يلا سوشيال عبر قناتكم قناة أبو ظبي، وحي الله للبحرين. الله يحييك، حي الله للسعودية. أكيد الله محمد، أنا أخبر المشاهدين إن شاء الله راح نطلع عليهم يوميا من الأحد للخميس إن شاء الله بالساعة 10 بتوقيت الإمارات والساعة 9 بتوقيت السعودية والبحرين، وهالبرنامج راح يسلط الضوء على كل ما هو جديد وترند في عالم السوشيال ميديا. الشيء المهم كمان إنه أنتم كمشاهدين أنتم المفروض إنكم تكونوا معانا إن شاء الله في البرنامج هذا. تواصلكم معنا راح يكون عن طريق السوشيال ميديا الظاهرة أمامكم، لأنه أنا وإيمان راح نتابع كل الأشياء اللي أنتم ممكن تشاركونا إياها، سواء من صور، من تغريدات، من تفاعل، في أخبار حابين أنكم تشوفونها على البرنامج عندنا، أبد حنا حاضرين. تعرفين وش المميز اليوم؟ أنه أولى حلقاتنا اليوم في البرنامج صادف تاريخ مميز. ومثل ما خبركم محمد قبل شوي ان هذا التاريخ تاريخ مميز، فبكل فخر واعتزاز كان الموضوع الابرز وترند اليوم هو احتفال دولة الامارات 3 نوفمبر بيوم العلم، المناسبة اللي بتعكس مشاعر الوحدة والسلام بين الابناء وتعزز وترسخ شعورهم بحب الوطن والمحافظة على الانجازات والمكتسبات، ويحتفل فيها المواطن والمقيم في هالبلد المعطاء وتصدر هاشتاق يوم العلم السوشيال ميديا. وبهالمناسبة دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه على تويتر جميع مؤسسات ووزارات وهيئات ومدارس الدولة للاحتفال بعلم الدولة ورفعه عند الساعة 11 صباحا، تعبيرا عن المصير الواحد والانتماء الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكيد تلفزيون أبو ظبي رفع العلم بوجود كل العاملين فيه اللي يجمعهم حب الإمارات الراسخ بقلوبهم. واللي ما شاف كل التفاصيل صرتوا تقدروا تشوفونها عبر حساباتنا في تويتر وفي انستغرام وكل السوشيال ميديا اللي عندنا الظاهرة أمامكم على الشاشة. فعلا محمد، وكان في تفاعل جدا كبير من قبل كل المؤسسات والجهات والشركات الرسمية والخاصة، يعني حتى وزارة التربية والتعليم أطلقت مبادرة جميلة تحت عنوان رفع العلم إلكترونيا، وعملت كاونت داون لرفع راية الوطن، وشارك بهالحملة آلاف الأشخاص من كل أنحاء الدولة. إن شاء الله كل أيامنا أعياد ويتمم علينا الأمن والأمان إن شاء الله. وقبل ما نختم هالفقرة نبغى نطلبكم مشاهدينا، وأكيد أنت يا إيمان، أنكم تشاركونا صور وفيديوهات احتفالكم بيوم العلم عبر هاشتاقنا وهاشتاق البرنامج يلا سوشيال، وأكيد راح نستعرض أبرزها وأجمل اللقطات اللي راح تشاركونا إياها في حلقة بكرة إن شاء الله. كل يوم عندنا فقرات متعددة راح تحبونها أكيد، وعندنا فقرة راح تكون يوم بالأسبوع، وفقرتنا هاليوم اللي هي راب أب لأبرز الأحداث اللي صارت في الويكند عشان ما يكون فاتكم شيء. جاهزة إيمان؟ جاهزة. طيب الخبر الأول يقول إن كيتي بيري احتفلت بعيد ميلادها 35 عند الأهرامات بستايل أقرب لشخصية إيميليا كلارك في Game of Thrones أم التنانين، اللي لقي تفاعل كبير من الفانس. الخبر الثاني، بدر الشعيبي أحيا أولى حفلات القرية العالمية في موسمها 24 واللي أنطلق في 29 من شهر أكتوبر، وأكيد الحضور كان متفاعل واستمتع بالأجواء الجميلة. ستيف هارفي شفتيه سوا في الويكند؟ شفت سوا، جبار رهيب. ستيف هارفي كمان كان موجود في الإمارات، وبالخصوص كان موجود في الشارقة، وشفناه هو لابس الزي الإماراتي خلال حضوره كضيف شرف
فعاليات الدورة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019. وقال خلال الدورة أنه أنتم محظوظين لأنكم تعيشون في الإمارات. أنا صراحة الفيديو شفته ونزلته عندي في تويتر، كان جدا مؤثر ورهيب ولقي تفاعل، خصوصا هو لابس زي الإمارات صح، يعني زي الشارقة، كان رهيب جدا. طيب الخبر الرابع يقول لك، وفي السعودية انتشر فيديو مؤثر لوافد باكستاني عمره 65 سنة يبكي وهو يودع السعودية بعد ما عاش فيها 41 سنة. يعني المشاعر هذه أتوقع صعبة. صحيح، انت عايشة 41 سنة فترة طويلة، هذا عمر. بالضبط. آخر خبر راح يهمك كثير، إطلاق رسمياً شبكة أبل تي في بلس وأول 3 حلقات من مسلسل سي اللي جذب عدد كبير من المشاهدين اللي أشادوا فيه. ايش رايك انت في اللي قاعد يصير؟ والله احس هاي الشيء بيكون نقله نوعيه، ابل تي في وعندنا نتفليكس وعندنا ديزني في الدرب، يعني خلاص الواحد الظاهر ما عاد بيطلع من بيته. وبعد هالاخبار الحلوه صراحه خلونا ناخذكم في جوله سريعه للاخبار السريعه، واذا في خبر ما ذكرناه وحابين تشاركونا فيه فاكيد احنا ننتظر تعليقاتكم واجاباتكم واخباركم الجميله على حساباتنا الظاهره امامكم اسفل الشاشه. اجل اسمعي هذا الخبر، يقول لك في نمر يعيش في احد الملاجئ بالمانيا، زرعوا له ناب ذهبي جديد على يد اطباء دنماركيين بعد وجع دام فتره طويله بسبب نابه المكسور. عندك سن ذهبي؟ والله ما عندي سن ذهبي، بس اقول الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عايز اسمع الخبر اللي عندي. اوكي. يقول لك في امريكا خضعت امراه شجاعه عمرها 25 سنه لعمليه جراحيه في المخ وهي مستيقظه، طبعا هذه العمليه شهدها كثير في بث حي عبر الانترنت للتوعيه بكيفيه قيام مثل هذه العمليات وكيفيه اختلافها عن اللي نشوفها في الافلام. والله هذه صراحه يعني قصه جباره بامانه، وانا اعطيك قصه كمان عاطفيه. بس مو بعيد عن الأمراض، الله يبعدنا عنها إن شاء الله. آمين يا رب. نشر رجل أمريكي كتاب بعنوان أعرف أنني أحبك، وهي الكلمة التي قالتها له زوجته بسبب أنها أصيبت بفقدان الذاكرة بعد تعرضها لسكتة دماغية في لما ولدت ابنهم الأول. آه مسكينة. يعني حسيت الموضوع شوية كذا أنه لازم أقرأ هالكتاب الصراحة، أعرف القصة كاملة. كمان تبين تدخلين في دراما زيادة؟ إيه ليش، حلوة الدراما. ليش؟ على اسمع الخبر اللي عندي، يقولك أعلنت شركة فلو نيور ساينس السويدية عن طرحها لجهاز جديد لعلاج الاكتئاب، وهو عبارة عن خوذة كهربائية جديدة يمكن للمريض إنه يلبسها بالبيت وبيحصل على العلاج الكهربائي الموصوف اللازم، وسعرها حوالي 2200 درهم بس. طيب تعرفين وش اللي بيشيل الاكتئاب؟ شنو؟ طيب هو الورد. الله احب الورد. صدق صدق انت تحبي الورد ولا والله بس احب جاملي. الورد صدق والله احب الورد مع هديه، عرفت يعني لازم مكمل. شيف 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 ما يقتنعون. للموسم الثامن بدات حديقه الورود بدبي استقبال الزوار من 1 نوفمبر مع اكثر من 50 مليون زهره. 50 مليون طبي وتخيري. وبتخطط الحديقه لدخول موسوعه جينيس للارقام القياسيه للمره الرابعه. الله يا محمد انا ضروري اعزمك على الحديقه يعني ونشوف الورود. يعني انت بتقتنعين لو جبت لك ورده بس؟ لا ما ابي ورده، ابي ورده مع هديه. بس خلي اذكر المشاهدين ان اكيد يقدرون يشاركونا هذه الصور اذا كانوا متواجدين في الحديقه عبر حساباتنا الظاهره امامكم في الشاشه على السوشيال ميديا وهاشتاج يلا سوشيال. خلونا نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع لكم. حياكم الله من جديد. صراحة شعور مختلف يوم كذا انه حلقة أولى. أي والله شعور حلو مختلف. أنا أقول بس إن شاء الله ننقل محتوى جميل يفيد المشاهدين ويستمتعون معنا في هالنص ساعة اللي راح يقضونها أكيد. بإذن الله أكيد، يعني احنا قاعدين نحاول نجمع لهم كل الأشياء الرهيبة، وعشان كذا عندنا فقرة اسمها آب أوف ذا داي، تطبيق اليوم. وشو؟ راح نشرح لكم تطبيقات وإن شاء الله أنكم راح تستفيدون منها. وتطبيق اليوم هو بوست بوكس، يتميز بأن التطبيق المخصص لمعالجة مشكلة الإدمان الهواتف زي اللي عند بعض الناس بعض الناس تقصدني؟ إيه يقصدك أنت. إيه، وهي تجمع لك الإشعارات والرسائل القادمة للجوال يومياً بفترة زمنية محددة، وبكذا ما حتضطرين تفتحين جميع التطبيقات أو ما حتضطر أنك تفتح جميع التطبيقات وتروح لصندوق الرسائل عدة مرات في اليوم. تعرفين الحركة هذه؟ أيه. اللي
اطلع من هنا واخش ورد هنا ادش ورد اطلع ورد ادش على نفس التطبيقات. فاعطونا رايكم حول التطبيق هذا واقترحوا لنا تطبيقات ممكن ان احنا نتكلم عنها في حلقاتنا القادمه، واكيد لازم تشاركونا في حساباتنا في السوشيال ميديا. اكيد وانا احتاج انزل هذا التطبيق بقوه لان انا نفس ما قلت انا مدمنه التلفون صراحه من تطبيق لتطبيق. لكن اكيد قبل ما ننتقل خليني اخبر المشاهدين ان الحساب الرسمي البلاي ستيشن اعلن عن الالعاب المجانيه القادمه بشهر نوفمبر للمشتركين بخدمه بي اس بلس، ومثل ما عودتنا سوني دائما كل شهر تقدم لنا لعبتين مجانيتين رائعتين، ونحن اكيد على موعد ب 5 نوفمبر 2019 عشان نخوض مغامره مع الالعاب اللي هما نوا واوتلاست 2. لا والله ظهير اثرك تحبين بلاي ستيشن. اي العب بلاي ستيشن، يلا ندش مسابقه. لا تلعبين صدق؟ اي العب صدق. طيب اوكي، طيب خلينا من البلاي ستيشن ونبغى نشوف وش عندك من اخبار رياضيه. يلا واليوم اخبارنا الرياضيه متنوعه ومختلفه، واول خبر معنا ابن البط عوام بتنطبق على كريستيانو جونيور ابن كريستيانو رينالدو، فاكيد الولد سجل هدف رائع خلال مباراه من اكاديميه يوفنتوس وصار برصيده لليوم 58 هدف ب 28 مباراه بس تحت سن التسع سنوات. ايش رايك محمد؟ تبين راي صدقي ولا راي اللي كذا قدام الناس؟ لا لا ابي رايك الصدقي. انا اشوف ان الموضوع فيه واسطه يعني. لا والله انا اعتقد ان هذا الشبل من ذاك الاسد. الله لان انا مدريديه هو برشلوني. أوكي. على العموم خل اقول لك الخبر الثاني اللي عندنا، فتاه بعمر التسع سنوات وصفوها بالمحترفه بممارسه رياضه الكونغ فو وانتشرت لقطات مصوره لها اثارت اعجاب رواد السوشيال ميديا. أما بالسعودية فخبرنا الرياضي في الويكند كان درجة أولى، تداول محبين تويتر مقطع وصور لحظة دخول الملاكم تايسون فيوري للحلبة بالزي السعودي، والتفاعل كان جدا كبير من محبي تايسون. وإيش رأيك يا محمد؟ شفته بالزي السعودي؟ والله صراحة أنا ما صدمني والله. والله ينسف الغتر أحسن منك محمد. ويصارع بعد. وأكيد ما زلنا في المصارعة وبالسعودية مع نجاح المصارع السعودي منصور الشهيل اللي حقق فوز تاريخي بالمباراة الحاسمة اللي جمعته أمام منافسة السويسري أنتونيا سيزارو ضمن فعاليات عرض كراون جول بالرياض. وفي الرياض ما زلنا مستمرين أكيد بالمصارعة بأخبار السعودية، أكيد كان في مصارعة نسائية نظمتها ضمن WWE فعاليات موسم الرياض، وكان اللعب بين المصارعتين ناتاليا ولايسي إيفانز واللي عبروا عن حماسهم بالحدث على تويتر وشفنا سعادتهم في الحلبة شلون كانت. ولا إيش رأيك في أخبار الرياضية اليوم؟ لا رهيبة صراحة، خصوصا المهاوشات ذي حقت البنات ضروري مره رهيبه. شكرا صراحه يا ايمان على الاخبار هذه. فنطلع من اجواء المضاربات ونروح لزميلنا خالد عسيري اللي قضى يوم كامل مع رنا الميموني اللي جذبها عالم السيارات والمحركات وصارت اول سعوديه تحترف التفحيط. شفتي يا ايمان؟ يعني ناس تفحط، ناس تضارب، ناس مصارعه وناس ما ادري. خلونا نطلع للتقرير مع زميلنا ونرجع. صدفة جدا حلوة خلتني اتصادف مع رنا الميموني، كنا رايحين بخصوص تغطية سيارات، غير انها هي مذيعة في التلفزيون هي قادرة تكون خبيرة بالسيارات وكانت تعرف اشياء كثيرة، ومقارنة فيها انا اعتبر ما كنت اعرف اي شيء، غير انها مذيعة وخبيرة بالسيارات كمان مصورة فوتوغرافية. الناس بتقول لي ليش تسوين كذا وكذا وكذا وهذا، انا احب التصوير. ورحت معاها لوكيشن التصوير عشان اشوف كيف تقضي يومها، شفناها هي تطلع لايف، شفنا وين مكتبها. This is my office. الحين خلصنا دوبنا تي في، كنا لايف، كل خميس نطلع، ركز على الشباب السعودي اللي عندهم اجازات، حنطلع على الشخصية التالية حقتي. اللي هي ايش؟ المساكين المكروفة في الجامعة. أنا مرة ماني جاي، أنا أطلب بيض بالجبن وشاي حبل. أوف 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 شاهي. لازم بعدها. دائما رنا تتعرض للاحراج لما تخلص من التلفزيون. ايوه عندي اختبار الان. يلا 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 نحشنا. ومضطره انها تلحق تروح على الجامعه. من اكثر الايام اللي اي فيل ويرد اللي اداوم فيها يوم الخميس بالميك اب. تروح جامعه كذا منظرك. حتى رموش هالين حواجبها وكعب. او ماي جاد صوت الكعب في الجامعه مره يفشل على فكره. ما انت تدرسين ايش اصلا؟ انت صيدله ميكانيكيه صح؟ اك لينيكيه. قول الله يا طعيم. الله الله. قول الله يا صوتك مقبول شوي شوي. لا تنفخ راسي والله اطلع اغني بكره في اليوتيوب. قاعد توريني الرسومات اللي كانت ترسمها بما انها هي تعرف ترسم، ويوم سالتها عن عده مواهبها قالت ترى انا درفت. يا
جابتنا رنا هنا عشان ايش؟ صوت ال صوت ال بسم الله الرحمن الرحيم. Let's not do this. انت ليه رايقه؟ مره مبسوطه عشان تعرف انا من زمان ما درفت. مره من زمان. الله يطمنك. ايش قلتي؟ ايه اربط حزامك فيش ما نلعب. على اساس انه انا يعني ما كنت حربطه يعني. انه كنت ما بربطه. ده السؤال الاول. لماذا فحطي؟ ليش تفحطين؟ ليش تبغى توصلين له في الاخير؟ خلصنا الاسئله. كده وصلنا لنهايه الحلقه. الا الحلقه انتهت. شكرا ابو ظبي على تصوير هذا التقرير عن رنا الميموني. شكرا. يلا الله يوفقك. ثانك يو. وعشان نتكلم اكثر في التقرير اللي شفناه اليوم، معانا اليوم الممثل والكوميدي واليوتيوبر الرهيب خالد عسيري، وهو صديقي صراحه قبل كل شيء. فانا احاول اني يعني لو كنت صديقك كان كلمتني. صح، انا اللي كلمتك صح؟ يعني عيب، يعني ضيفكم انا وخويك تكلمني خالد. والله تعال عندنا خالد. اجي صدفه الاقيك كذا، ما له داعي نشرشح بعض في الهواء. حبيبي الله يسعدك. يعطيك العافيه خالد، سعد التواجد. الله يعافيكي. طيب بس فقره بسيطه. تلن ايش بك انت؟ ما انت جنوبي؟ الا بس ما له دخل. هذه في الديره، احنا في ابو ظبي. صح اوكي. لا خالد يبين داش بحماس دايركت. بس انا ودي اسالك عقب ما شفنا التقرير خالد، انا صراحه ودي اسالك هالسؤال. خفت وانت راكب ويا ميمونه وقت تفحط؟ لا يعني انت دائما تقولون البنات ما يعرفون يسوقون، هالمره تفحط. بالعكس ما كنت خايف، ولا كان كنت كما بدنا نخلي المقطع طويل، بس ما كنت ابغى تشوفون. هي كانت خايفه. انا ما كنت خايف. بالله انها كانت خايفه؟ احاول انك ما تقول بالله يعني لا صدق، لانه قعدنا نقول يعني انه هي كانت تقول لي شفت كيف احنا قاعدين نفحط. صدق اي انا صراحه انا كنت مره خايف، كنت اصيح شفت ان الموضوع ما ينفع، فقصت لكم التقرير. بالله لا تقصير لو تلاحظ. كنت احس انك خايف كثير. اي والله كان يبين في التقرير. طيب خالد، انت ممثل وتغني. أيه. وعندك قناه ما شاء الله على اليوتيوب. صحيح. رهيبه، وقاعد تنزل فيها محتويات كثير صراحه. وشوف انا ما قاعد امدحك، انا قاعد احاول اعرف الناس فيك اكثر. حبيبي فايش هو جديدك الجاي؟ في عندي مفاجآت وفي اسماء جديده حتشوفوها مره. الله انا متحمسه. بس انا ودي اسالك، دام احنا برنامجنا يلا سوشيال، شنو اكثر شيء تستعمله في السوشيال ميديا؟ السناب، الانستغرام، تويتر، فيسبوك؟ انا رحال كل شيء. كل بين فتره تلاقيني في اليوتيوب انزل مقاطع، بعدين سناب شات، بعدين انستغرام. مع الانستغرام مهاجر، وانا لي يمكن شهرين ما صرت فيه. أيه. شيء ان شاء الله الفتره الجايه حكوا على الانستغرام ان شاء الله. بالضبط. طيب انت ما شاء الله عليك، يعني قاعد اشوفك انا قاعد تصور اشياء مره كثير. يا اخي بامانه كيف انك تحس انك قاعد ترتب وقتك بين انك انت تحاول ترضي مثلا، او خلينا اقول تنزل مواد محتويات في اليوتيوب، الانستغرام، اعرف انه ما شاء الله قاعد تسوي اعلانات كثير في مع شركات، فانت هذا الوقت كيف قاعد تحاول تنظم؟ هذه خبرتي ولها فترة طويلة وأقدر أساعدك فيها. قايل لكم لا تجيبون قوية. دقيقة أقول لك إيش الخبرة. الاعتذار طول، خش كل يوم، تخش في كل مكان، ومعليش والله سحبت عليكم، بس كنت أسوي في مقاطع هناك. طبعا فن الاعتذار هذا، كل مرة قاعد أعتذر على أبليكيشن معي، لأنه كل بتسوي من الانستغرام الناس بيزعلوا منك. السناب صح، لازم تراضي كل الأطراف، فلازم تعرف كيف تعتذر وتكون صادق بأن المقطع اللي تسويه في المكان الثاني يكون رهيب، بحيث ان الناس تتقبل انك كنت ساحب عليهم في هذيك الفتره. سوي اللي تبغاه، لا حد يقول لك لا، خليك واثق نفسك، حقق اللي تتمناه، لا تقول لا، تكون عدو نفسك، حلفتك بالله. لا بس خالد ما شاء الله انت متجدد في الافكار اللي قاعد تقدمها، يمكن السوشيال ميديا من خلال الفيديوهات. انا بتكلم اليوم عن المراحل، يعني العمليه هذه اللي انت تصور فيها، ويمكن تعد وتخرج وتمنتج، كلها تاخذ وقت، شلون ترتب امورك فيها؟ والله هي اللي قاعد تخليني اتاخر صراحه في الانتاج، لان انا صراحه احب اخرجها بنفسي واصورها بنفسي وامنتجها بنفسي، لانه انا عندي ذوق في الاخراج، ابغاه ما حد يقدر يجيبه زي ما انا ابغى بالضبط. لك نظره معينه يعني. ايوه فيتعب صراحه، يطول، بس انه في الاخير يعطي نتيجه مره حلوه. هل تشوف نفسك ممثل سينمائي مستقبلا؟ باذن الله، وان شاء الله معك. يلا وانا طلعتي من الحسبه؟ ناخذها معنا بالله. نشوف. تبين متاكده؟ اي ابي. طيب خلاص. عشان اسوق سياره وافحط وما يخاف. لا ما ابي معكم. ما حاجي. هاي دليل الخوف خالد؟ والله اني مره كنت خايف. طيب انا صراحه ابغى الكواليس اللي صورت فيها يوم انك تقول انك خايف. مع هذا الكلام لا يصير ولا يطلع جبال عسير. لا ضروري والله. يا رجل فضيحه. معلش لازم نشوفها عشان نلطف الجو. اعطيك فرصه. حجر قص. ايش؟ حجره ورقم قص. يلا قدام. اذا فزت علي
تعرضها. هعرضها اذا انا خسرت. هذا يكون عندنا شيء ترند على يلا سوشيال. يا الله انك ما تفوز، ايش بتسوي؟ بس نشوف احنا اللي نشوف الكواليس واحنا اللي ننزل اللي نبغاه في السوشيال ميديا وعندي في حسابي كمان. يلا اوكي اوكي يلا حاجه ورقه بقص. هارد لك هارد لك خالد. لا 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 خلاص يا جماعه نبغى الميموري قبل لا يمشي، لا تخلونه يمشي لان ناخذ ضروري نضحك عنه. المره الاولى يلا المره الثانيه. لا ما في مره ثانيه خلاص تضبط ويانا. انت حسيتك معايا فريق. انا وياك الحين بسالك سؤال، انا ودي اسالك اياه. انت كاتب عباره جميله صراحه عندك في الانستغرام. ايش هني بتشوفون المقاطع لي بدون قيود، شنو تقصد بهالعباره؟ هذا في اليوتيوب. انه انا كان عندي برنامج قبل اسمه ايرور شو، وكنت يعني باليلا انزل فيديوهات لانه ابغى كل شيء يكون فورمال. بس في اليوتيوب يعني قصدك انه يكون ايوه رسمي؟ لازم يكون مقطع كذا اخراج مونتاج وكلر كوركشن. بس قلت الناس يبغون برضه يبغوا يشوفون الجانب العفوي هذا الفيديو البسيط، فقررت اني افك قناه جديده واكون فيها انزل الاشياء الرهيبه والاشياء العفويه. في الفتره الاخيره بدات اصير برضه بروفيشنال وشكل افك قناه جديده. اوكي. طيب بيني وبينك، من اللي يلفتك صراحه من نجوم الوسط الفني السعوديه وفي الخليج؟ اكيد تقصد حمز الشهري صح؟ انت قاعد تلمح. لا يا اخي ما ادري والله، لو انك عزمتني وقلت لي انت هو يبيك تقول اسمه بس ما بعرف شلون. مستحيل اقول اسمك الا لو بتعشيني اليوم. عشي عشي يا ولد خلاص خليه يرضى بدون منازع. انت طبعا يعني انت بعدين شرها يا خالد، انت بعدين مش على الجاسر تلحقني شرها يعني اكيد لازم اعشيك يعني. كفو ابشر والله. لا والله من تحب تتابع غير محمد الشهري؟ حابه تكون معاهم فتغدي. لا 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 انا بتواضع بتنازل. اوكي والله شوف صراحه مشعل الجاسر اللي مره انا زعلان انه ما قاعد ينزل محتوى حاليا. يا اخي اسطوره استاهل الادمي هذا مشعل رهيب، فنفسه انه يرجع يشتغل على السوشيال ميديا وينزل مقاطع وكذا. راجع قريب ان شاء الله. وشكرا صراحه خالد. والله شكرا لك، نورتنا حبيبي. ولايك وسبسكرايب يا جماعه. الله يسعدك. ايوه عندنا قناه في اليوتيوب احنا جديده. ها ايوه يلا حاولوا انكم تشتركون في القناه يا اخوان، ان شاء الله حتشوفون فيديوهات مره رهيبه. انا اوعدكم انا باذن الله اجتهد اني اسوي محتوى مره حلو ان شاء الله. بس اكيد انا قبل ما نختم البرنامج خلينا ناخذ صوره عشان ننزل في يلا سوشيال ونشوف تفاعل الجمهور ويانا. مشاهدينا اكيد وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا لليوم، وان شاء الله تكونون استمتعتوا واستفدتوا من هالوقت اللي قضيتوه ويانا. الله يعطيكم العافيه، واكيد لا تنسون تشاركونا صوركم فيديوهاتكم وتعليقاتكم على هاشتاج يلا سوشيال واحتفالكم اللي كان اليوم بيوم العلم الاماراتي. شكرا لكم. شكرا خالد، نشوفك ان شاء الله بعد في العشاء اليوم. اوكي يلا تحية لأمي. ها باي.